أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل بريك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جو کہ آج کے مخصوص اعمال میں سے ہے، جو آج کی جس شب میں وارد ہوئی ہے، جس دعا کو مولانا امیر المومنین نے اپنے شاگرد اور صحابی جناب حمیل کو تعلیم فرمایا تھا، اور تعلیم کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا کہ شب نیمہ شعبان اور شب جمعہ اسے پڑھا جائے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے بے حد مفید. آئیے آج کی اس نہایت محترم شب میں ہم اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقول لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا Thank you.
تزعمني شكرا وأن تلغمني ذكرا. اللهم إني أسألك سؤال قاصر متذمر خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك رافيا طارعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأن سلامك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندنا رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانه وخفي امرك وظهر امرك وغلب خيرك وجدت قدرته ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لأرواحي سافرا ولا لشيء من عملي القبيح بحسن مبدلت غيرك. لا اله الا انت سبحانك وبحمدك زلمت نفسي ومنك علي. اللهم مولاي كم من طريق سترته وكم من فارغ من البلاء اتيته وكم من عسار بقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست له وكم من سناء جميل لست اهلا له نشرته. اللهم عزم بلائي وافرد بي سوء حالي وقصرت بي اعمالي وقعدت بي اضلالي وحبسني عن نفعي بغدر املي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها بخيانتها. وبقالي يا سيدي فاسالك بعزتك ان لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي من تلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي. فقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي حلي غيرك أسأله كشف ذنبي والنزل في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي هم اتبعته فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيم عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما انشرى علي من ذلك بعض عيونك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا عرش لي فيما جرى علي فيه القضاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تفسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما مستسرا مستحيلا مستغفرا مريبا مقرا مغرما معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعات رحمتك. اللهم فقر عذري وارحم شدة سري وفكني من شر وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتهديتي. هب لي بابتدائك ربك وصالح ذرك بي.
يا إلهي وسيدي وربي أترى تعذبي بنارك بعد قومي يوجد وبعد من طغى علي قلبي من معرفتي ولا إجابي لساني من سجدك واعتقده بغير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تصيع من ربيت أو تكرم من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعزمة تساجدا وعلى عرف إن تقدر توحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى سمائر أمت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مزهنا ما هذا الظن بي فلا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم زافية قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير المتاع قصير المدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل عقول المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مكانه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الضليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زدت أؤكل لي بالعذاب وشدته أم لدوم الملائم مدته فلئن سيرتني للعقوبات ما آتاي وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين حكمائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على أثابك فكيف أصبر على أفرابك وأبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أصبر في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ما تبلغت الجنة إليك بين أهلها تضيق العاملين ولا أسرقن إليك صراخ المستسقين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا سجنا فيها بمخالفته وتعتقى معذابها بمعصيته وحبس بين اعتقادها بجرمه وجريمته وهو يرد اليك طريق مؤمل لرحمته فيناديك بالاستعانه للتوحيد ويتبسل اليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يدعو
وأنت تعلم صدقه أم كيف تنشره زمانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في رزقه فتتركه فيها هيهات ما ذلك الصندوق ولا المعروف من فضلك ولا مشكه لما عملت به الموحدين من برك واحسانك فباليقين اخطاوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من اخلاق معارضين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك اقسمت ان تملاها من الكافرين من الجنه والناس اجمعين وان تخلف فيها المعاندين وان تجلد ثناؤك قلت مبتدئا وتقبلت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وبلغت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل أجر أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل طبيب أسلمته فكل جهل عملته كتبته وعلمته اخفيته واسالته وكل سيئاتها وارتعصباتها الكرام الكاتبين الذين ابتلتهم بحيث ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر عزي من كل خير أنزلته أو إحسان فصلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا في خشية والدوام بالاتصال بخدمتك
حتى صلى إليك فيما يدين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأجدها من تجروب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جمالك مع المؤمنين اللهم ومن أراد أن يسوء فاعله ومن كادني فمنه واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربني منزلة منك وأخسر ظلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فاجدني بجودك وعادف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي حسن اجابتك واعطني اسرتي واغفر سنتي فانك اعطيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وسمعت لهم الاجابه فاليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني ثناياي ولا تقطع من فضلك رجائي واغفر لي شر الجن والإنس من أعدائي يا اور تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوں
اپنی عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما، مجھے میری مراد تک پہنچا دے، اپنے فضل و کرم سے میری امیدوں کو منتقل نہ فرمانا، مجھے تمام دشمنان جن و انس کے شر سے محفوظ فرمانا۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کہ تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے وہ پروردگار جس کا نام تباہ، جس کی یاد شفا، جس کی داد مالداری، اس بندے کو رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید اور اس کا اسلحہ فقط دریا ہے۔ اے کامل نعمتیں دینے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے اندھیروں میں بہشت ستوں کو روشنی دینے والے، محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے ساتھوں پر توکل جس کا تو اہل ہے، اپنے رسول اور ان کی مبارک آل ائمہ معصومین پر صلوات و سلام فراوان نازل فرما۔ معلوم آج کی یہ رات جو مولانا امام زمانہ کی ولادت کی رات ہے، جس امام کو منتقم خون حسین سے یاد کیا جاتا ہے، جو واقعاً اس خون ناپاک کا بھی بدلہ لینے والا ہے، تو مولا امام زمانہ کربلا کے میدان میں جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کا بدلہ یقیناً جب آج خود امام کے ماتمدار اور امام کے اسدار بے قرار اور بے چین ہیں، تو خود امام کے پھر بے قرار ہوں گے۔ اس موقع کے لیے اور اس وقت کے لیے آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں انہیں کربلا والوں کے واسطے سے، انہیں ائمہ کے واسطے سے، اس قدس آخر کے واسطے سے، ان معصومین علیہ السلام کے واسطے سے، شہداء صدیقین صالحین کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور طلب مغفرت کرتے ہیں۔ آئیے طلب مغفرت کے لیے اور دعاؤں قبولیت کے لیے اس کی بارگاہ میں سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بابا سے بلند کریں، یا اللہ الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام،
हमारी सबसे बड़ी और अजीम दुआ यही है कि महमूद अपने कुछ के आखिर के ज़हूर में ताजीम फरमाए, ताजीम फरमाए, ताजीम फरमाए। बारिला हम सब को हजरत के गुलामों और के नासरों में शुमार फरमाए, हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार और गुफ्तार से मौला ईमान ज़माना के कल्ब को राज़ी और खुशनूर फरमाए। बारिला हमारे वालिदैन अहले याल भाई बहन इज़्ज़त और वार मोमिनीन सब को माफ़ फरमाए, महबूब जो दुनिया से रुख्सत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बारिला जो है उनकी हिफाजत फरमाए, बारिला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, सबके परेशानियों को दूर फरमाए, सबके तमाम उमूर की इस्लाह फरमाए, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, सबकी हिदायत फरमाए, सबकी आखिरत व खैर फरमाए। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, मालूम दुनिया से सालिमों और जुल्म का खात्मा फरमाए, इन तमाम सालिमों को उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचा दे, मालूम इसी दुनिया में इनको इसके जुल्म की सजा दे दे। बारिला के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मोमिनीन जहाँ जहाँ जो पर आज की सख्तियों और तकलीफ़ों में हैं, ज़हमतों में और परेशानियों में है, महबूब इन सब की तकलीफ़ों को दूर फरमाए, बारिला मज़लूमों की मदद नुसरत और हिफाजत फरमाए। महबूब जहाँ जहाँ जो पर दुनिया में इस्लामी तहरीकें चल रही और वाकई अगर ये तहरीकें इस्लाम के हक में और तशय्यों की हिफाजत में है तो महबूब इनकी मदद नुसरत और हिफाजत फरमाए, बारिला इन तहरीकों में शामिल अफराद को मौला इमाम ज़माना के नासिरों में शुमार फरमाए, और जो शहीद हो गए हैं दुनिया से रुख्सत हो गए उनको शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। बारिला के वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो मोमिन मरीज है उनको शिफा अता फरमाए, जो मकरूज के दर्सों को अदा फरमाए। बारिला जो रोजगार और कारोबार से लगे हुए हैं उनके रोजगार और कारोबार में बरकत अता फरमाए, जो रोजगार और कारोबार से महरूम है महबूब उन्हें मुनासिब रोजगार और कारोबार फराहम फरमाए, जो औलाद से महरूम उनको औलाद अता फरमाए, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों से महरूम है महबूब उन्हें मुनासिब रिश्ते फराहम फरमाए। बारिला हम सबको इस साल और हर साल हज बैतुल्लाह हराम और अपने हबीब और उनके अहले बैत की ज़ियारत नसीब फरमाए, बिलखुसूस करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाए। बारिला दुनिया में इनकी ज़ियारत और आखिरत में इनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए। महबूब आज की रात में तेरी बारगाह में हाजिर हैं सादिक़ आले मोहम्मद का इरशाद और फरमान है कि तेरी बारगाह से आज किसी को भी खाली नहीं जाने देता मगर ये कि वो मासियत और गुनाह की दुआ करे, महबूब तेरी बारगाह में गुनाहों की दुआ नहीं गुनाहों के बख्शिश की दुआ लेकर आया हूँ, करने के लिए आया हूँ। महबूब हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। महबूब हम सब की दुनिया को आबाद फरमा, आखिरत को शाद फरमा, हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। वतकब्बल मिन्ना इन्नका